السلطان أبو سعيد قنصبة صاحب القبة المعروفة بقبة الغفير، اتولى الحكم بعد ما تحالف مع أخته عشان يتخلصوا من السلطان الحالي اللي كان ابنها من السلطان قايتباي. وبعد ما الموضوع تم وبقى سلطان، جوز أخته لواحد من القادة بتوع الكبار عشان يأمن مركزه السلطاني، لكن القائد ده بعد فترة انقلب عليه هو كمان وحاصر القصر بتاعه، علشان يكون مصير السلطان أبو سعيد قنصوة إنه يتنكر في لبس الحريم ويهرب من القصر ويختفي تماما، ومحدش يعرف راح فين أو إيه اللي حصله.